سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. النهاردة أنا بقدم لكم حلقة هامة جدا، خاصة للعابرين وعن العابرين في العالم، مش بس العالم العربي والإسلامي، لكن في الغرب أيضا. حلقة النهاردة بعنوان العابرون في خط النار. معانا النهاردة ضيف في حلقتنا، مش أول مرة يكون معانا، وهو صديق عزيز الأستاذ الشيخ محمد مخيطير، وهو موريتاني الأصل، وهو أيضا كاتب وناشط حقوقي وأيضا مؤسس منظمة تنويريين بلا حدود. برحب بيك أخونا الشيخ، أهلا بيك مرة ثالثة على برنامج المرأة المسلمة. اهلا وسهلا بكم، واهلا وسهلا بمشاهديكم الكرام، واشكركم جزيل الشكر على اتاحه هذه الفرصه للحديث عن هذا الموضوع الهام جدا. الموضوع الحقيقه في قلب تخصصك من نواحي كثيره، وهيكون عندك فرصه تشرح للمشاهدين الامر ده. حضرتك كنت معانا ضيف في حلقتين متتاليتين من تقريبا من عامين. عايزة أذكر للمشاهدين أرقام الحلقات علشان اللي يحب يرجع يشاهدها. أنا بشجعكم أنكم فعلا ترجعوا تشاهدوا الحلقات دي، حلقة 479 والحلقة 480. لازم ترجعوا تشوفوهم علشان تقدروا تفهموا حتى موضوع النهاردة بشكل أوسع. اتكلمنا فيهم عن حقوق الإنسان في موريتانيا، مشكلة العبودية، الطبقية، مشاكل المرأة، التعليم، الكثير من الأمور. لكن أيضا اتكلمنا عن تجربتك الشخصية. حضرتك كتبت مقال تناقض أو تنتقد في الإسلام، وبسببه حكم عليك بالإعدام 3 مرات، ودخلت السجن لعدة سنوات، حتى يعني تم الضغط على الحكومة الموريتانية من منظمات كتيرة حول العالم لإطلاق سراحك. ونشكر الرب أنه الله أعطاك فرصة للحرية وللعمل في نفس المجال تساعد الكثيرين. كلمنا شوية عن تجربتك دي، يعني لأنه فيها شكل كبير من اللي حاصل النهاردة على الأرض. تفضل. شكرا جزيلا لك. وكما ذكرت يعني التجربة فصلنا فيها في حلقات 479 و480 من برنامجكم هذا المرة المسلمة. التجربة بشكل عام مثل ما قلت يعني كانت من خلال كتابة مقال انتقد من خلاله الواقع في موريتانيا، وهو الواقع الديني، الواقع المبني على الدين، من عبودية، من طبقية اجتماعية، من ممارسات قمعية، من غياب للحرية، وأرجع في هذا الأشياء كلها إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى مصدر الحقيقي في موريتانيا، وهو الدين الإسلامي. وعلى إثر هذا المقال تم استدعاء إلى النيابة العامة، وتم توجيه لتهمة الردة والزندقة والإساءة إلى ما يسمونه بالجناب النبوي. وعملت يعني ماراثون من المحاكمات كانت كلها تنتهي بالحكم بالإعدام، يعني تطبيقا للشريعة الإسلامية، إضافة إلى سنوات من السجن، سنوات من نسميها من العذاب، لكن يعني عذاب يعني ممكن تحمله نظرا للهدف اللي دخلنا من أجله في هذه المعركة. كم سنة تقريبا بقيت في السجن؟ هو يعني من نهاية 2013 حتى نهاية 2019. وكانت 6 سنوات من السجن الانفرادي. يعني وهذا كان من قساوة هذه التجربة، انها كانت عبارة عن 6 سنوات من السجن الانفرادي، ولكن في النهاية يعني مثل ما ذكرتم بعد 6 سنوات بدأت الضغوطات من منظمات حقوقية دولية معروفة، من حكومات حتى، إلى أن يعني استجابت الحكومة الموريتانية إلى هذه الضغوطات وتم الإفراج عني في ما يسمى بحرية مؤقتة، مع أن الملف ما زال موجود إلى الآن أمام المحكمة العليا. لكن من خلال هذه الحرية المؤقتة استطعت الخروج إلى دولة مجاورة اللي هي السنغال، ومن خلالها العبور إلى فرنسا. نشكر الله على الحرية اللي أنت تستمتع بها الآن، وأيضا أنت صوت لقضايا
مماثلة لقضيتك وأمور أخرى كثيرة تخص موريتانيا. وأنا شفت لحضرتك كلام في اليو إن عن أمور تخص القضايا دي. النهاردة إحنا بصدد قضية مماثلة، ولكن يعني برضو عايز أقول إن القضية دي جديدة شوية من نوعها، وهي القضايا اللي تخص العابرين بالذات في موريتانيا، ولكن أيضا في العالم العربي. إحنا السنة اللي فاتت كان عندنا عابر في ليبيا حكم عليه بالإعدام، وإلى اليوم إحنا ما نعرفش إيه اللي حصل في القضية بتاعته، يعني طمست تماما. لكن واضح إنه كان في هدف لخروج القضية دي، وهي صورة أو فيديو لمعمودية شخص موريتاني. هنشوف صورة، مش هنحط الفيديو، لكن نشوف صورة للمعمودية، نشوف الصورة اللي جاية دي. الكلام ده حصل في أواخر شهر نوفمبر الماضي. ظهرت قصة عن ثلاثة من العابرين في موريتانيا، وده صورة للفيديو. حضرتك كنت كمان على البرنامج مع الأستاذ جعفر في جعفر توك، بتتكلم على نفس القضية. واضح انه اللي كان بيصور يمكن كان هناك لهدف انه يكشف القضية المسيحيين والناس اللي بيتعمدوا كده الموجودين هناك. الأخبار بتقول انهم قبض عليهم وسجنوا، واحد منهم خرج وفي اتنين لسه موجودين. دي الأخبار الأولية. عندنا أخبار تانية هنشارك بيها. حضرتك لو تقدر تشاركنا بمعلوماتك الخاصة في الأمر ده. شكرا جزيلا. المعلومات للقضية مثل ما قلت هي حدثت بالفعل، وحتى تحدث عنها الإعلام الموريتاني، والبداية كانت من خلال فيديو والصور تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر معمودية أحد العابرين إلى 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 المسيحية في الجنوب الموريتاني، وتحديدا في مدينة اسمها سيدي بابي، ومدينة موجودة في الجنوب الموريتاني. مباشرة بعد ظهور هذا الفيديو ظهرت لنا أشياء أخرى، أن المسألة ليست مسألة فرد واحد، أن القضية تتعلق بمجموعة من العابرين إن صح التعبير، وأن القضية يعني لم تكن الدولة يعني كما أعلن وزير الداخلية يعني شكلت لجنة أمنية عليا لمتابعة يعني ما يسمى بمنظمات التنصير. يعني هم مثل ما تعرفين في الإسلام يعني المسيحية بشكل عام يسموها النصرانية، والتبشير يسموه التنصير. مباشرة بعد خروج هذه الأخبار بدأت في التواصل مع بعض المعارف داخل موريتانيا، من بينهم يعني مهتمين في المجال الحقوقي بشكل عام، وأكدوا لي الخبر مباشرة، وبدأت التواصل مع بعض الجهات الإعلامية، وكانت من بينها يعني مؤسسة دي دبليو الألمانية، وتكلمت معهم انهم يعني يجب انهم يتحركوا في هذا الموضوع، انهم مجموعه اعلاميه تناصر حريه الراي، ويجب عليهم انهم يسلطوا الضوء نوعا ما على هذه القضيه، والا فان الامور ستتفاقم. واسمح لي حضرتك سمعت عن الخبر ده تقريبا امتى؟ تقريبا يوم الموالي مباشره لظهور الفيديو. باش لا اذكر التاريخ بالضبط، لكنه كان في نهاية في الثلث الأخير من الشهر الماضي. هو أنا أول تاريخ شفته كان في 30 نوفمبر، سو كنت عايزة أعرف هل الموضوع ده بقاله أكتر وقت أطول أم لا؟ لا لا لا، ما دمتي شفتيه في 30 نوفمبر يعني أنت شفتوه تقريبا في الأسبوع الموالي، لأنه هو في الثلث الأخير يعني ما بعد 20 من نوفمبر. الآن ليس تمام الوثائق ولا يحضرني التاريخ، لكنه في العشرية الأخيرة من نوفمبر، يعني نقول 22-23 نوفمبر. والتقرير بيقول أيضا أنه قبض على كل اللي كانوا موجودين في الفيديو. يعني سمعنا ثلاثة، لكن يعني لو واحد واقف وواحد بيعمد وده بيتعمد، انت بتقبض على الثالث اللي واقف بيتفرج ليه؟ انا مش فاهمه.
ف يعني القوانين في موريتانيا في القانون 306 اللي بيقول قتل بقتل المرتد. إنه لو ايه التفاصيل اللي تحت القانون ده؟ لانه اعتقد ان حضرتك ايضا وقعت تحت فكرة الارتداد لانك هاجيت محمد. صح تماما. هذا القانون المادة 306 من القانون الموريتاني او ما نسميها في موريتانيا في الوسط الحقوقي نسميها بالمادة الداعشية. هي مادة داعشية بامتياز، ولمن يقرأ هذه المادة ويطلع عليها من خلال الانترنت لأنها متوفرة جدا على الانترنت بمجرد كتابة 306 قانون الجنائي الموريتاني. هي مادة داعشية بامتياز، مادة يعني تقتل المرتد، تقتل الزنديق، والأضرب فيها أن تتدخل حتى في نوايا الناس. يعني فيها فقرة من هذه المادة تقول إنه أي شخص يعني يظهر الإسلام ويبطن في داخله الكفر يعني يعتبر زنديقا. ده حتى مرسي ما قالش كده، قال خليكم مسيحيين في بيوتكم. تقول المادة في واحدة من فقراتها بالنص وبالحرف الواحد، كل شخص يظهر الإسلام ويسر الكفر يعتبر زنديقا، يعاقب بالقتل متى عثر عليه. وأنا نفسي أعرف كيف ممكن تعثرون عليه، هو يسر الكفر ويظهر الإسلام كيف ممكن تعثروا عليه؟ ويقول لك يعاقب بالقتل متى عثر عليه بدون استتابة، ولا تقبل توبته إلا إذا أعلنها قبل الإطلاع على زندقته. يعني قبل ما نكشف نحن السر اللي في القلب، نخرج القلب ونشوفه ونشوف المداخل فيه. يعني مش فاهم هذه المادة، مادة غريبة جدا، مادة يعني تضع الناس الكل تحت الطائلة. يعني بالتالي أي شك يشك رجل الدين في أي شخص مهما كان، في مظهره، في ملبسه، في نوعية الأصحاب اللي صاحبهم، نوعية الناس اللي يمشي معاهم، هذا يعني يفتح المجال للنيابة العامة أنها تفتح تحقيق هل هذا الشخص يظهر الإسلام ويسر الكفر. أي حد، مش يعني لو واحدة متخانقة مع جوزها وحابة تلبسه تهمة تقول ده يسر النية في أنه يترك الإسلام وهكذا. واحد بيزور واحد مسيحي بيزور عيلة يقولوا لا ده العيلة كلها بقى بتسر النية في الكفر. وهذا 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 هو تماما. وهذا هنا يعني قد يجيب نوعا ما على التساؤل اللي طرحته، وتساؤل في محله، انه شاب يعمد واخر يعمده والثالث الذي ينظر اليهما ما ذنبه؟ متفرق. ذنبه هو الفقره السادسه من الماده 306 من القانون الجنائي اللي تتحدث عن يظهر الاسلام ويسر الكفر. وجوده داخل قاعه فيها اثنين مسيحيين داخل الجمهورية الإسلامية الموريتانية، هذا يعني يفتح باب الزندقة. دي الحقيقة مادة مرعبة. هرجع تاني للمادة، بس عايزة يعني خليني أسألك الأول السؤال ده، هل في أي نص يضمن حرية الاعتقاد؟ يعني موريتانيا على ما أعلم أنهم موقعين على اتفاقية حقوق الإنسان العالمية، ده صحيح؟ صح. موريتانيا موقعة على هذه الاتفاقية. لكن هذه الاتفاقية نفسها يعني تحمل في نهايتها يعني بوابة للهروب منها هي بكاملها. يعني لأنها تتحدث عن خصوصيات الثقافية عن لكل دولة، وتحترم الخصوصيات الثقافية لكل دولة، والكثير من الدول الإسلامية يعني دخلوا من هذه البوابة علشان يوقعوا وفي نفس الوقت يقيمون قوانين تناقض الاتفاقية نفسها. ما علينا من هذه الاتفاقية، لأن موريتانيا في الدستور الموريتاني في المادة رقم 2 من الدستور الموريتاني يعني تقضي على كل باب من أبواب الحرية، حيث تقول هذه المادة إنه الإسلام دين الدولة والشعب. هي دايما لازم المادة رقم 2 مشكلة في الدول الإسلامية كلها. هذه غريبة متفقين عليها، إنه المادة رقم 2 يقضوا بها على كل شيء قبل ما نبدأ. يقول لك الإسلام دين الدولة والشعب، يعني بالتالي أي شخص ولد في موريتانيا يعتبر مسلما شاء أم أبى، يعني ما فيش خيار عنده. والحقيقة أن دي فكرة إسلامية بحتة، لأنه إحنا عارفين محمد قال أن الكل يولد على الفطرة والفطرة هي الإسلام، فده تطبيق للقانون الإسلامي وليس تطبيق لقوانين دولية.
لا أبدا، وتطبيق القانون الإسلامي يتحدث عن هذا الموضوع بالضبط، بالضبط. ويأتي والدستور أيضا يقول إنه مصدر التشريع، مصدر القوانين، هو الشريعة الإسلامية، بالضبط. القرآن والمذاهب الأربعة، يعني هذا هم مصدر التشريع. يا ومن هنا يعني تأتي المادة 306 من القانون الجنائي الموريتاني اللي تطبق بحذافيرها يعني ما جاء في القرآن والحديث وما يسمونه بالسلف الصالح والمذاهب الأربعة. يعني هذه المادة جاءت فقط من أجل تنفيذ ما أمر به الدستور. يعني الـ الـ الأمر بشكل قاطع جدا إنه الإسلام هو دين الدولة وكل اللي فيها، الشريعة الإسلامية هي القانون، مش بس يعني مستمد منه، لا ده هي القانون والمذاهب الأربعة، ويعني تفصيل. وهذا التفصيل أيضا، وكأنك أيضا تضع روابط أخرى علشان تقنن فكرة إن الإسلام هو الحياة في موريتانيا وليس الإنسان اختيار. أسأل مرة أخرى، هل في أي لمحة في القانون تضمن للإنسان حرية الاعتقاد؟ يعني في مصر في قوانين يعني فيها لمحة كده إنه القوانين يضمن حرية ممارسة الدين والاعتقاد والمش عارف إيه، لكن دين الدولة الإسلام. لكن في موريتانيا لا توجد اي يعني نافذه يعني يمكن تفسيرها على اساس حريه الدين. بعض الدول الاسلاميه مثل مصر يتحدث الدستور عن انه الاسلام دين الدوله، لكن يعني لا يسميه دين الشعب. يس. وهذا يفتح باب، لانه يعني بما ان مصر فيها اكثر من دين بين قوسين، لان الدوله معترفه نوعا ما بالمسيحيين، وشدد هنا على الاعتراف نوعا ما، لانه ليس اعتراف كامل. الا انه في موريتانيا الامر يختلف، الاسلام دين الدوله والشعب، بالتالي لا حريه، بس لا على توجد اي حريه. على اي الحالات المنطوق انك تقول الاسلام دين الدوله او المسيحيه دين امريكا مثلا؟ هل يمكن؟ استحاله، لانه ده تعميم وفرض ويعني غير مقبول. يعني مثلا المسيحيه بالتاكيد فصل الدين عن الدوله ده شيء اساسي في المسيحيه، لكن في الاسلام هنا احنا بنصر على تقديم سلطة الإسلام على الحكم والحاكم والمحكوم. أكيد، وهذا هو ما نص عليه القرآن في أكثر من مرة، لأنه أكد أن الحكم أن يكون الحكم بما أنزل الله، أي قرآن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وأولئك هم الفاسقون، وأولئك هم الكافرون. وجاءت في أكثر من مرة أن الحكم لله، وبالتالي اي حكم الاسلامي، وهذا ما يقدمه المسلمين انفسهم، يقول لك الاسلام دين ودوله. الاسلام ليس مجرد دين، عقيده فرديه يعتقدها الشخص، يؤمن بهذا او لا يؤمن به، يختار ديانته، لا. الاسلام دين ودوله، وهذا الدين قائم على الاكراه، على الرغم انهم يتحدثوا لك في القران، ويجيك واحد هلا ويقول لك لا اكراه في الدين، لكن القران يعني نفسه نسخ هذا كله، نظرا لانه هذا كتبه في مرحله معينه، ولسنا الى يعني تفاصيل المراحل القرانيه، الا انه في سوره التوبه اللي هي تقريبا من اخر السور اللي نزلت في القران، ونزلت بدون بسمله وبدون رحمه وبدون اي شيء، براءه من الله ورسوله، هذه نسفت كل شيء. اسست هذه السوره للقمع، ألغت كل المظاهر اللي كانت موجودة في المجتمعات اللي كانت محيطة بالإسلام آنذاك، أيام ظهور من ما كان فيها من حريات وتعددية، ألغت هذه الصورة. وهذه الصورة صارت بعدين هي الأساس لهذا القمع كله، ونسخت ما قبلها. ونشوف التطبيق العملي بقى، محمد يموت والخلفاء يبتدوا الحملة الشرسة للإسلام الحقيقي بقى، الغزو والحكم والدولة والعبودية والكلام ده كله. يعني كان واضح جدا إنه هذه الصورة جت علشان خاطر تدينا الصورة اللي موجودة الآن من عهد الخلفاء الراشدين إلى الآن. إلى الآن، لأن هذه هي الصورة اللي يعني أعطت قدمت الإسلام في نسخة نهائية، لأنه هو الإسلام من لما بدأ تأسيسه مع البداية، ضعف في مكة، بداية الظهور في المدينة،
والظهور نهائيا، خرج بهذه المراحل كلها وكان يعالج كل مرحلة بما يليق بها. أما في المرحلة الأخيرة ظهر الإسلام على صورته النهائية وأخرج يعني النسخة النهائية من الإسلام اللي هي صورة التوبة تقريبا في مجملها. لا والكثير أيضا من الآيات، لأنه هو كان خلاص امتلك القوة وامتلك العداد وامتلك السلطة، ففتح بقى كل الأبواب. طيب أنا عايزة أطبق ده على حياة حضرتك كموريتاني وكمثل للشعب الموريتاني. بداية الألم اللي انت مريت بيه، أو يعني يمكن حتى لو كان ألم أنا أعتبره باب للحرية، إنك وجدت المشكلة اللي أثرت على حياتك أنت، على المجتمع اللي حواليك. يعني أذكر إن إحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن العبودية بشكل مفصل، لكن هل يعني ديني الفاصل، الحاجة اللي عملت النقلة الهامة في حياتك فرأيت شر الإسلام بهذا الشكل وتأثيره على حياتك أنت كإنسان؟ مثل ما أقول دائما، يعني لا توجد يعني لحظة معينة أو حدث معين بحد ذاته شكل الفاصل، وإنما الفاصل عبارة عن تراكم، مجموعة من 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 التجارب، تراكم مجموعة من 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 الأحداث اللي عايشتها تماما في موريتانيا، الأحداث اللي شفتها في موريتانيا من عبودية، من اضطهاد، من قمع، من كثير من الأشياء اللي تحدثنا عنه في الحلقة الحلقات السابقة. هذه كلها متراكمة شكلت هذا المشهد، شكلت عندي الصورة والموقف بشكل عام، إلى أن جاءت يعني سنة 2013. هذه السنة بالضبط ممكن نقوله هي السنة اللي بدأت فيها أكتب وأعبر عن 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 موقفي بشكل واضح وصريح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال مقالات مكتوبة هنا وهناك في منتديات آنذاك. في هذه الفترة النت لم يتطور إلى المستوى اللي نعرفه اليوم، وكنا يعني نعتمد على المنتديات أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. لكن كتاباتك في المنتديات دي كانت إسلامية مفصلة عن أسباب الـ الخراب في مجتمعك وفي حياتك الشخصية من فإذن حصلت نقلة في فهمك عميقة لآثار الإسلام السلبية. صح. هذا 2013 ممكن نقول إنها هي السنة اللي يعني تراكمت فيها خبرات السنين الماضية، وبدأت يعني تخرج على شكل يعني مقالات، على شكل تدوينات، على شكل يعني كتابات في منتديات وأشياء من هذا القبيل. ولا ننسى أيضا إنه معرفتي بالدين الإسلامي يعني ليست مجرد معرفة سطحية، لم تكن معرفة سطحية. وأنا أقول دائما إنه وأقول لأصدقائي إنه لو كانت معرفتي بهذا الدين معرفة سطحية مثل أغلبية المسلمين لبقيت يعني عايش مع الناس مثل ما هم عايشين. مزبوط. لكن أنا يعني قضيت سنوات طويلة أدرس في المدارس ما نسميه بالمحاضر القرآنية، وهي يعني المدارس القرآنية. نعم. وحضرتك درست بفهم، فده الفرق بين من يدرس يعني يكتسب حسنات أو يتقرب بشكل ما، لكن ده كان فهم أنتج حرية. صحيح. طيب حضرتك نشرت المقالات دي، بما أنك اتكلمت على نشر المقالات أنا حابة أن أحط المقطعين البساط اللي اتحطوا على المنتديات الاجتماعية في موريتانيا. نشوف السلايد اللي جاي ده بيقول بيحكي كده، عجبني اسمه الخبر الساخن، يعني ده جاهزين على طول. بيتكلم على المنطقة اللي هي سلبابي أعتقد، والعنوان الشرطة توقف أشخاص بتهمة اعتناق ونشر النصرانية، يعني بس هو الخبر في حواه كده. يعني مش من المعهود انه حتى في مصر مثلا ما بنشوفش اخبار زي كده، العابرين يتاخدوا يتسجنوا يتضربوا، ما فيش مشكله، ما بنشوفش الحاجات دي. لكن ده كان نوع من تأجيج اعتقد المجتمع، او تقليب الراي العام علشان يجدوا مناصره فيعملوا ردع، مش كده؟
صح تماما، هو بالضبط هذا في موريتانيا، هذا هو ما حصل. اللي حصل انه يعني حتى الجهات الاعلاميه في موريتانيا بين مزدوجتين، لانه يعني عندهم كثير من التحفظ، اشعلت يعني فتيل القضيه، اشعلت يعني بدات تكتب اخبار مستفزه للمجتمع، مستفزه للدوله، تحاول من خلالها استفزاز المجتمع واستفزاز الدوله من خلالها من اجل يعني التحريض ضد هؤلاء الناس. اي والدوله كانت جاهزه، يعني كانت جاهزه للمساله، وبدات بتشكيل اللجان الامنيه العليا، وهذه مساله انا دائما اتوقف عندها واتوقف عند خبر تشكيل اللجان الامنيه العليا. يا جماعه، لجنه امنيه عليا يعني اوكي نعملها للارهاب، نعملها لمجموعه من المهربين دخلوا البلد، نعملها لمجموعة يعني تهدد أمن الناس وسلامتهم ومعاشهم وكل شيء. هادو ناس، واحد قال إنه يعني يؤمن بالمسيح. وين يعني التهديد الأمني؟ أنا أتساءل وين التهديد الأمني في القضية، في القصة؟ وين، شو دخل وزارة الداخلية في المسألة؟ يعني هل الناس إذا ناموا معاهم مسيحي يعني راح يصحوا الصباح ويجدون يعني ممتلكاتهم مفقودة؟ يعني الغريب انه المجتمعات اللي فيها اكثريه مسيحيه او مثلا او مجموعه كبيره من المسيحيين زي مصر مثلا، المسيحيين عايشين بشكل مفتوح وكده. فاحنا كنا كمسلمين سابقين، يعني انا كنت مسلمه سابقه، فانا كنت اسمع جدتي تقول دول طيبين حلوين، التعامل معهم حلو وامنا، بس هيروحوا النار. اوكي، لكن كنا نحب التعامل معاهم في الأمور اللي تفيدنا، مش كده؟ نستفيد منهم ونرتاح لهم ويتحطوا في وزارة المالية ويمسكوا الفلوس وكل حاجة، لأنهم أمنا، لأنهم محبين، لأنهم طيبين، مش لشكل خاص في المسيحيين، إلا أنه تعبير عن ما يصنعه الله في قلب المسيحيين. فأنا مش عارفة كيف يخيف مسيحي دولة بحالها. عايزة هقول تعليقين واسألك في الأمر ده. المحكمة العليا، بما أنك اتكلمت على اللجان المركزية العليا، المحكمة العليا في موريتانيا هي الوحيدة اللي تقدر توقف حكم إعدام. صح. وكأن يعني وخاصة في موضوع المرتدين، أعتقد أنه كان لازم يكون كان حصل حاجة زي كده معاك عشان تقدر تخرج. صح. You know؟ So إيقاف تنفيذ إلى مكان، يعني إلى وقت ما ولا إيه. ولكن حتى لو من الناحية الدينية، لو الشخص تاب المفروض إنه يخرج، مش محتاج محكمة دولية عليا. لكن سيطرة الدين هي المسيطرة على المحكمة نفسها. تحب نقرأ اللي اتقال عن وزير الداخلية للمشاهدين؟ نشوف السايد اللي جاي ده. بيقول كده: أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد الأمين إن هناك لجانا أمنية على مستوى عالي تعكف على دراسة موضوع المنظمات التبشيرية. بيدرسوا، إحنا بنذاكر دلوقتي هنعمل فيهم إيه. أوكي. وأضاف ردا على مداخلة لأحد النواب البرلمان إن هذه اللجان عقدت اجتماعات لدراسة الموضوع، وسيتم اتخاذ قرارات بناء على ذلك في الأيام الماضية. وكان بعض رواد المواقع التواصل الاجتماعي تداولوا الفيديوهات وقالوا إنه في أنشطة تبشيرية لأشخاص بينتموا لمنظمات تبشيرية في مدينة سليبابي، مطالبين السلطات التحقيق في الموضوع. أنا عايز أسأل سؤال: هل حضرتك واجهت في موريتانيا أي حد يكون بيشارك عن المسيحية؟ سمعت حاجة زي كده وانت في موريتانيا؟ لا، بالنسبة للفترة اللي قضيتها في موريتانيا تقريبا حتى عام 2013، يسبق لي اني يعني تقابلت مع شخص موريتاني مسيحي ابدا. ربما كان موجود في الفترة هذيك وموجود في المحيط اللي انا فيه وموجود حولي. لكن كما تعرف هي يعني في موريتانيا، من اجل انه شخص يعني خرج من الدين الاسلامي وذهب الى الدين المسيحي
يعلنها عن الآخر يحتاج الكثير من الثقة والكثير من الأمل، لأنه يعني في تهديد ربما كانوا موجودين من حولي من دون ما أعرفهم، لأني اطلعت على بعض الإحصائيات الغير رسمية اللي تتكلم عن أعداد كبيرة من المسيحيين داخل موريتانيا، وبالتالي أكيد كانوا موجودين قريب مني. يعني أنا الأعداد اللي عندي اللي احنا نعرفها سمعنا أنهم ممكن يكونوا 1000 عابرين على شوية مسيحيين أصليين مثلا، يعني حضرتك قلت أنك تعرف أرقام أخرى يعني. أنا بعرف أرقام غير رسمية تتكلم عن 3000، وفي إحصائيات أخرى تتحدث عن 2000، ويعني بجميع الحالات الإحصائيات اللي غير رسمية تتحدث عن أكثر من 2000 إلى 3000. وده نتكلم عن إحصائيات يعني تم الحصول عليها والتوصل لها في بلاد تمنع الحرية وتمنع على الأشخاص أنهم يكونوا مسيحيين، وتمنع على أي جهة ستحصي المسيحيين أن تعمل داخل البلاد. وبالتالي هذا يعني أنه إذا تم العثور على 3000 إلى 2000 أو حتى إلى 1000 في ظروف من هذا النوع، هذا يعني يشير إلى أن الأرقام أكبر وأكبر. على كل الأحوال مسألة الأرقام لا تعنينا في شيء، احنا عايزين الناس تعرف المسيح يسوع وكل حاجة، وأنه الناس تعيش في أمان أينما كانوا يختاروا كما أراد الله لينا أننا نختار أن نعرفه، مش نجبر على أننا نعرفه. لكن يعني موضوع عدد الناس يزعجني لو كانت الدولة بتعدهم، you know؟ لأنه ده يبقى شيء مخيف لو كانت الدولة بتعدهم، لكن واضح أن دي مش حاجة يعني في بال الدولة. حديث أرجع حديث وزير الداخلية كان بيتكلم عن إناس اعتنقوا إيمان أو عايشين إيمان، وكأنه بيتكلم على عصابة مخدرات، مش كده؟ إحنا هنحقق يعني بيتكلم عن جريمة، بس الجريمة هنا عامة، هو مش بيتكلم بس عن العابرين، هو بيتكلم عن المسيحيين ومنظمات تبشيرية وكلام من ده. فهل اللي بيبشر هل في قانون ضد التبشير؟ في موريتانيا لا يوجد قانون بحد ذاته يتحدث عن التبشير، ولكن يعني فيه قوانين التبشير نفسه يعتبر حرابة. فهمت. لأنه التبشير يدخل في إطار الحرابة بشكل عام، يعني شخص يحارب الله ورسوله يحادوا ما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا إلا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. أوكي. وهذا يدخل في إطار الحرابة ضد الإسلام. طيب عندي سؤالين مرتبطين ببعض. واحد، هل تواصلت مع حد من أهل المعتقلين؟ 2، هل أمكنك أنك تتواصل مع أو منظمتك تتواصل مع محاميين يقفوا مع المتهمين بالإيمان ويعني من الداخل موريتانيا ولا لا؟ شكرا. بالنسبة لعائلات المعتقلين لم نتمكن لحد الساعة من التواصل مع أي شخص منهم، على الرغم من أن عرفناهم كعائلات وعارفين عناوينهم بالكل، لكن بشكل عام وهذا يعني غير مستغرب بالنسبة لنا، عارفين أنه في موريتانيا الكثير من العائلات يعني يفضل في بداية الأمور عدم التواصل مع المنظمات من خارج موريتانيا، خوفا على الكثير من مكانتهم الاجتماعية، خوفا على 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 أمنهم هم الاجتماعي نفسه. هذا من ناحية. بالتالي العناوين العائلات عارفينهم، لكن ما زالوا رافضين التواصل، وإحنا يعني نحترم لهم هذه الرغبة وفاهمين الأسباب. بالنسبة للمحامين الموريتانيين كما هو يعني الناس مطلع على الحال الموريتاني تعرف هذا كله، يعني ممكن يقفوا مع الشخص في جميع القضايا باستثناء القضايا الدينية اللي تتعلق بردة أو خروج من الدين أو تغيير الدين أو أي شيء من هذا القبيل. أغلبية المحامين الموريتانيين يمتنعوا عن الوقوف معه. احنا في المنظمة تواصلنا مع مكتب في موريتانيا، وهنا يعني سأتحفظ على اسم المكتب وطبيعته حفاظا على أمنهم،
وحاولوا هذا المكتب، يعني هو بالأمانة قال أنهم لا يستطيعون في اللحظة الحالية أنهم يعلنون عن يعني عن تبنيهم للملف بشكل عام، لكن سيحاولون الزيارة والاطلاع على الوضعية العامة بشكل يعني غير رسمي. وبالفعل أحد الأفراد من هذه من هذا المكتب يعني توجه إلى المنطقة المعنية، ولا لم يتوصل، لم يتمكن يعني الأمن الموريتاني والنيابة العامة الموريتانية منعته تماما من 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 الاطلاع على أوضاع السجناء. لكن أكد لنا أنه في سجين أو أحد المتهمين أو أحد المعنيين بالملف خرج بالفعل من موريتانيا، وفيه البقية، قال لنا بقية من السجناء ما زالوا موجودين داخل السجن الموريتاني دون أنه يتوصل إلى أعدادهم بالضبط أو واقعهم أو ظروفهم داخل السجن. ما استطاعش أبدا أنه يطلع على أي شيء من هذا. نعم، احنا سمعنا أنه في واحد خرج فعلا، يقال أنه اسمه الأخ جمعة، وأنه خرج لسبب ما. فإحنا بنصلي أنه لأي الأسباب خرج بيها نشكر رب من أجله، أن الله يحمي ويحمي الموجودين في الداخل. شوف يعني إحنا اتكلمنا في الموضوع ده بقالنا تقريبا أسبوعين بنتبادل الحديث فيه، لكن مؤخرا وصلني أخبار من داخل موريتانيا مؤكدة. حابة أن أنا أقول لكم عدة نقاط فيها وأسمع رأي حضرتك في الموضوع ده. من أسبوعين تقريبا، الأخبار دي حصلت من أسبوعين تقريبا، وصلني أخبار أنه في عدد من المسيحيين قبض عليهم ردا على فيديو المعمودية. العدد ده بيتراوح بقى، بيقولوا التقرير ده بيقول المسيحيين تقريبا 1000، والعدد ده يمكن يكون 20-30-40 للأسباب التالية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل أنه كان في أحد اللي قبض عليهم، قبضوا على 6، وأنه هذا الشخص كان معاه تليفون وهم أخدوا الأسماء اللي على التليفون وقبضوا فعلا على 15 واحد. وأيضا لم يكتفوا بده، you know، إلا أنهم عائلات هؤلاء قبض عليهم أيضا. دي الأخبار الموجودة عندنا دلوقتي، ويقال أنه دلوقتي الشارع ينادي بقتل المبشرين وطرد المسيحيين وحرق بيوتهم. يعني أنت عندك 4-5 مليون في موريتانيا منطورين في وسطهم 1000 شخص 2000 3000، بيطالبوا بطردهم وحرق بيوتهم وقتلهم وكل ده. اوكي، انا عايزه اسال سؤال، يعني ازاي تقبض على عائله كامله؟ يعني لو هم قبضوا على 15، احنا بنتكلم على 15 فوق الثلاثه اللي موجودين مش كده، وعائلتهم كل واحد مثلا عنده زوجة وعائلين 3-4، ليه تقبض على الزوجة والأولاد؟ you know، وأين هم دلوقتي؟ تفضل. يعني أنا صراحة يعني أعتقد أن هذا تطور خطير جدا، خطير جدا في 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 في, في واقع الموريتاني. ما دام الأمر وصل إلى اعتقال عائلات، في إحصائية تقول بالألف العائلات 15، هذا يعني إحنا أمام قريب من 100 شخص. نعم. يعني بالتالي إحنا أمام 10% من الأعداد، أقل تقدير، أمام 10% من أقل تقدير. نعم. هو تطور خطير جدا وسيكون له ما بعده، لأن اعتقال عائلات لن يمر بهذه السهولة، والعائلات أيضا يعني سيكون وراءهم. لكن أيضا لا استغرب من هذا. لا استغرب منه من ناحية أن هذه الدولة اللي يعني اسمها موريتانيا هي دولة مبنية على الإسلام كشريعة. والإسلام كدين يعني الآن ما دامت ظهرت يعني أعداد كبيرة بهذا الحجم، احنا أصلا نعرف شخص واحد يكون حالة مفردة ارتد عن الدين الإسلامي، يحصل ما بين 6 سنوات إلى 7 إلى كل 10 سنوات نسمعها في موريتانيا. أما الحدث الآن فهو حدث يعني أكبر من هذا كله. ده يعني هي طريقة للردع، عايزين يخوفوهم بقى.
دلوقتي هنرعبكم. لكن اعتقد انه اعتقال العائلات لن يرعب يعني الاشخاص موريتانيا، يعني الامور اصبحت، المجتمع اصبح منفتح. لكن لا استغرب، مثل ما قلت لك لا استغرب الامر، لانه المساله مساله دين، مساله اسلام طبعا. والاسلام للامانه والكل يعرف هذا، يعني لا يمكن ان يتعايش في ظل وجود فكرة اخرى يعني مخالفه وتدعو في نفس الوقت وتبشر. طيب انا يعني لا يصمد نهائيا امام هذا النوع من الظروف. وبالتالي هذو الناس يعني وجدوا انفسهم امام يعني بدايه النهايه. نعم، يعني حضرتك شايف احنا بنتكلم على عائلات، ستات، اطفال. الحديث عن احوال السجون، طبعا هيودعوا في السجون العامه، مش كده؟ احوال السجون كما انت خبرتنا، والكثيرين الحقيقه كلمونا في نفس الموضوع، انه السجون احوالها سيئه جدا. الاطفال دول ما احناش عارفين بقى دول موريتانيين، دول اجانب، دول يعني من هم بالتحديد؟ نحن لا نعلم. فأنا من هنا بسلمك المعلومات دي، ومن خلال عمل منظمتك تستطيع أنك يعني ترفع صوتك من أجلهم ومن أجل ردع ما يحدث في موريتانيا. ونرجع بقى لنفس السؤال، هل يعني هل التحدي كده للناس دي لأنهم خلفوا القانون، ولا لأنهم خلفوا قانون الإسلام؟ هذول الناس يعني خالفوا القانون الإسلامي بشكل صريح، والقانون الموريتاني أيضا، لأن القانون الموريتاني يعني يجرم الردة، يعني يجرم اعتناق أي تفكير خارج عن الإسلام. طيب، القانون الموريتاني يجرم حتى التخلي أو التهاون بركن من أركان الإسلام، وليس الخروج عن الإسلام، إنما يعني التهاون بركن من أركان الإسلام، يعني زي الصلاة مثلا، يعني يبقى الصلاة في المادة المادة الداعشية، المادة 106 يقول لك يعني كل مسلم مكلف امتنع عن أداء الصلاة يؤمر بها وينتظر إلى آخر ركعة، يعني أشياء غريبة. وإن لم يصلي يقتل برضه. يقتل بالفعل. هذه مادة قاتلة بما تحمل الكلمة من معنى. طيب انا نعم عايزه بس يعني اركز على الحته دي. اجابتك هي الاجابه الحقيقيه واللي يعلمها الجميع، لكن ماذا عن الناس اللي عايشين في دول لا يقودها القانون الاسلامي، ولكنهم لانهم خالفوا الشريعه الاسلاميه او تركوا الدين هم ايضا يعذبون، يقتلون حتى في الغرب؟ اوكي، الكلام ده لو طبقناه على كل البلاد الاسلاميه، نشوف الصوره اللي جايه دي، لو طبقناه على كل البلاد الاسلاميه هنقول لان قانونهم وشريعتهم هي الاسلام، لان هم الاكثريه الاسلام، مع ان ده اجحاف حقهم. لكن النهارده انا بقدم لكم حادثه واحده من الغرب حصلت في الاسبوع الماضي. امامكم دول اب ام واخ لشخص اعتنق المسيحيه في ولاية اسمها تينيسي في أمريكا. اللي حصل إنه صاحب الشغل اللي بيشتغل فيه الشاب ده، الشاب صورته مش هنا، دول العائلة، أوكي؟ صاحب شغله لقى ما بيروحش الشغل فاتخض عليه، فاتصل بالبوليس وقال لهم روحوا شوفوا لأنه ممكن يكون عنده مشكلة. راحوا خبطوا على البيت، لقوا إنه الأب والأم والأخ ضربوه، بهدلوه، قطعوا جسمه بسكاكين، لقوا وشه كله مورم ومزرق ومضروب، يعني عمال يتضرب بقاله كم يوم لكي يعود للإسلام، فقط لأنه اعتنق المسيحية في دولة غربية فيها حرية، يستطيع أنه هو، عارفين أنه هم هيعاقبوا قانونا. فنشكر الرب أن البوليس أنقذوا، وأنهم الآن في السجن وحيواجهوا حكم عادل، قانوني عادل، لأن هم اعترضوا حرية هذا الإنسان وأذوه جسديا جدا أيضا. فالسؤال يعني أرجع لحضرتك، السؤال هل الإسلام يتغير لو كان في دول الغرب؟ لا، الإسلام هو
والمسلم الحقيقي يعني المسلم اللي يعني متشبع بالقرآن متشبع بالدين الحقيقي، هذا يعني لا يؤمن بالدول ولا يؤمن بقوانين الآخر، يعني يعني يهاجر يعني لينتفع من الآخر فقط كنوع من الجزية كما يقولون أو شيء من هذا القبيل، أما أنه يؤمن بهذا القانون ويؤمن بهذه القيم اللي القيم المجتمع اللي استقبلته وهو هارب، يعني لا يؤمن بها المسلم الحقيقي نهائيا. والإسلام لا يتغير نهائيا، لأن الإسلام مثل ما يقولون هو يعني القرآن، والقرآن واضح وصريح، وأنا لا أجد كتاب أكثر وضوح وصراحة في, 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 في أحكامه وفي قيمه وفي أخلاقه، إن كانت له قيمه وفي أخلاقه إن كانت له أخلاق أكثر من القرآن، لأنه كان واضح جدا وصريح وأمر المسلمين أنهم يعني لا يؤمنوا بقيم المجتمعات اللي يمشوا لها ويروحوا لها، ولا يؤمنوا بقوانين الدول اللي يروحوا لها، وبالتالي المسلم الحقيقي هذه العائلة، وأنا شفت الخبر طلعت عليه، عائلة تمثل يعني طبقت يعني التعاليم الإسلام بشكلها وبحقيقة أذافرها، لأنه أصبح عار، ابنهم بقى عار ليهم، عار على العائلة وعار على المجتمع، وأصبح يعني نجس، هو يعني نجس، هو مشرك. المسيحيين في الإسلام يعني يدخلون في طائرة الإشراك، لأن الإسلام عنده فهم خاص للمسيحية، يعني عنده فهم خاص، ويعني وتدخل في كثير من الآيات القرآنية تشير إلى أن المسيحيين أنفسهم مشركين، والقرآن يقول لك إنما المشركون نجس. لا بيغيروا رأيهم ويقول لك شوية مشركين وشوية مش، لكن بس خليني أركز على حتة إنه الإسلام عنده فهم معين للمسيحية. أنا لا أعتقد طبعا إن ده فهم، ولكن ده تشويه للمسيحية، وأيضا أقدر أقول بمنتهى الثقة إن الإسلام ليس له نظرة لشيء إلا أفكار الإسلام، الباقي كله على يعني على جانب أي فهم للمسلمين. الإسلام لا يرى الإنسان، وخليقة الله مبنية على حرية الاختيار وحب الله للإنسان، ولكن الإسلام العكس تماما. الإسلام العكس تماما، وأنا من خلال معرفتي بالإسلام ومن خلال خبرتي فيه ومعاشرتي للمسلمين أنفسهم، ومع أن معاشرة المسلمين لا تعني فهم للإسلام، وإنما يعني يتحدث عن فهم للإسلام خلال نصه هو الأصلي. الإسلام يعتبر الإنسان وسيلة، الإنسان ليس غاية، حرية الإنسان، سعادة الإنسان، كرامة الإنسان، القيم الإنسانية المشتركة بين البشرية كلها بغض النظر عن اختلافاتها الدينية والعرقية، هذا ليست غاية عند الإسلام. الإسلام الغاية عنده هي ما يسمى بالشريعة وأحكام الشرع، هذه هي الغاية. والإنسان مهما كان أب أم أخ أخت، هذا كله مجرد وسيلة، يمكنك أن تتخلى عن أخوك وأختك وأبوك وأمك اللي ربيتك وكل شيء، يعني في أي لحظة، إذا يعني خالفوا يعني مسألة بسيطة من مسائل الإسلام، حتى لم يصلوا إلى المسائل يعني المسائل الجوهرية داخل الإسلام. بالتالي بشكل عام الإنسان داخل الإسلام هو مجرد وسيلة لتطبيق هذه الشريعة، إذا كانت هذه الوسيلة صالحة أهلا وسهلا بها ويتم استخدامها داخل المجتمع، إذا لم تصبح هذه الوسيلة صالحة يتم رميها في القمامة ويستغنى عنها بكل بساطة. الإنسان هو الإسلام دائما لفائدة نفسه وقادته. نعم. طيب أنا عندي قصة حابة أن أنا أشاركها، إحنا قدامنا أقل من 10 دقائق لنهاية البرنامج، وأنا استأذنتك أنك لو تحب تفضل معاني عشان تسمع القصة دي، لأنها الحقيقة تخص شعبك وبيتك وأهلك كمان. قصة النهاردة، نشوف السلايد اللي جاي ده، صورة الشخص اللي هتشوفوه على الشاشة الآن اسمه كريستوفر ليجيت. الحقيقة أن كريستوفر إنسان مسيحي، كان متزوج وعنده 4 أطفال، وعلى قلبه جدا أنه يساعد الناس في شمال أفريقيا، أوكي؟ وهو مسيحي مؤمن خادم، ويؤمن بتوصيل رسالة المسيح للعالم كله. لكن أيضا هو وزوجته راحوا زاروا موريتانيا،
وشافوا الفقر والجهل وعاشوا في يمكن في أماكن بسيطة جدا علشان يحسوا بالشعب أكتر، وارتبط قلبهم بالشعب جدا مع أنهم عرفوا أنها تكون حياة مختلفة تماما عن حياتهم في أمريكا. رجعوا وأقاموا مشروعات علشان يساعدوا بيها الناس، يعلموا الستات ازاي خياطوا مثلا وتعمل مشروع فتبيع ويبقى عندها بيت وهكذا. دخلوا علموا الناس في السجون ازاي يقرأ ويكتب وعدة لغات، اتعلموا العربية وتعلموا الفرنسية علشان يتكلموا مع الناس دي ويرتبطوا بيهم ويعلموهم تكون عندهم حياة أفضل. قضوا سنين طويلة جدا في موريتانيا، وكان لجت عملوا منظمة علشان يعلموا الناس ويعملوا فيها المشاريع اللي تحسن حياة الناس. عايز أقول حاجة، إنه دي دعوة في حياتهم ورسالة، وإنه الإنسان المسيحي أينما كان رسالته هي المسيح أولا، تقديم محبة الله للإنسان، لكن الإنسان المسيحي أيضا إنسان يلتزم بقوانين الدول اللي هو بيعيش فيها. فالناس دي كسبوا محبة الناس اللي هم عايشين معاهم لأنهم كانوا مؤمنين معروفين عايشين بإنجيلهم في إيديهم في وسط الناس وإنجيلهم في إيديهم، بيشاركوا الناس بقصص من الكتاب المقدس، ولكن أيضا كانوا بيعلموهم الأمانة، الحكمة، عمل محبة الغير، غيروا المجتمع لدرجة أنه الدولة ساعدتهم أنهم يكملوا المشاريع دي، وأنه أي حد كان عايز يعمل مشاريع إنسانية كان بيدخل من خلالهم. المؤمن يحيا شهادة المسيح بحياته ويتبع الروح القدس. في يوم من الأيام ستيفن كريستوفر شارك مع شخص من المتشددين، سأل سؤال فرد عليه الإجابة من الكتاب المقدس، فاللي حصل أنه هذا الشخص كان مع القاعدة والقاعدة قتلت كريستوفر. ردة الفعل تفتكروا كانت إيه؟ أنا قريت ردة الفعل في كتاب اسمه كتبته زوجته أو أرملته، اسمه لقد متنا قبل أن نأتي هنا. يعني إيه؟ يعني إحنا متنا عن أنفسنا، يعني إحنا كنا مقدمين نفسنا كأمانة في إيد الله، إن عشنا عشنا هنعيش ليه، ونموتنا متنا وهنموت برضو فيه علشان نساعد الناس دول. اللي حصل إنه طبعا دي كانت صدمة كبيرة، المجتمع كله ارتج لهذا الأمر، الحكومة نفسها وقفت مع زوجة كريستوفر لأنهم كانوا عارفين مدى تأثيرهم. عارفين أما كانوا الناس بيروحوا يعزوها كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا إنه جوزك كان رجل الله، جوزك كان رجل أمين. ومن خلال حياتهم هناك آمن ناس كتير بالمسيح. زوجته وأولاده كلهم سامحوا القتلة. وفي يوم من الأيام جه أبوه من أمريكا علشان يكمل العمل هو ومراته والأولاد داخل موريتانيا ويكملوا ويساعدوا الناس، وغفروا للموجودين. النهاردة في شارع باسم الشارع اللي قتل فيه كريستوفر ليجيت موجود باسمه، سموا حطوا عليه أو يعني زي يافطة باسمه. لماذا يخاف الناس من أناس يأتون بالبركة والخير والرحمة والمحبة؟ ليه؟ بتخاف ليه من دول؟ دعوة المسيح لينا هي أن نكون حملان في وسط ذئاب. تعرفوا ليه؟ لأننا ما احناش خايفين من الذئاب، احنا عارفين قدرة الذئاب، لكن عارفين أن احنا نحمل رسالة السلام حتى في وسط الذئاب، فيصبح الذئب صديق ثم يصبح الذئب حمل في اسم يسوع. هم كانوا هناك وما زالوا بيروحوا ويجوا على هناك لأنه عارفين أنه المسيح حب هؤلاء ويحبهم أيضا. أنا يعني حقف عند دي وأسأل حضرتك، هل أنا سألتك هل أنت سمعت القصة دي قبل كده ولا لأ؟ يعني أنت قلت أنك عمرك ما قابلت مسيحي، لكن ايه اللي يخوف المسلمين من شخص يحمل رسالة سلام ومحبة بالشكل ده؟
المسلمين اللي خوفهم من أي شخص يدعو إلى حرية المعتقد برسالة سلام أو برسالة، يعني مهما كانت ديانتها وطبيعتها، يعني هذا بيخوف الإسلام، لأن الإسلام هش جدا أمام أي فكرة منافسة. الإسلام لا يقاوم، لا يستطيع نهائيا الصمود أمام فكرة، يعني فكرة دعوة إلى دين آخر لا يستطيع الصمود أمامها. لو كان الإسلام يستطيع الصمود أمامها أو يستطيع الانتشار، يعني في غياب السيف في غياب القمع، لكان الإسلام انتشر في مكة. يعني الإسلام في مكة خرجت بضع رجال وبضع نساء فقط بعد ما قضوا 13 سنة داخل مكة. متى بدأ الإسلام ينتشر؟ بدأ بالسيف. كيف استمر طبعا. الإسلام؟ استمر بالسيف، وهذه بشهادة المسلمين أنفسهم. والمشاهدين الكرام يمكنهم الآن الانتقال إلى يوتيوب بعد الحلقة والبحث عن تصريح يوسف القرضاوي، وهو شخص يعني عارف بالدين لو لم يكن هناك حد ردة لخرج الجميع من الإسلام. سيف الرد لخرج لاختفى الإسلام في القرن الأول، وهو الرجل كان دقيقا جدا، قال إنه يختفي في القرن الأول، يعني ما يزيدش على القرن الأول وينتهي الإسلام نهائيا. مثل ما انتهت أفكار كثيرة، في أفكار كثيرة ظهرت على شكل ديانات، على شكل لكن لم تستخدم السيف واختفت تماما. نعم، ولكن المسيحية لم تستخدم السيف، المسيح لم يدعونا لحمل السيف ولا إلا كلمة محبة الله، وما زالت تنتشر في اسم يسوع. أنا بشكرك جدا، فاضل بقي دقيقة واحدة، وأنا سعيدة بكل ما أثرتنا به النهاردة، وخلينا نصلي قبل ما نسيبك. رب إحنا نضع أمامك المضطهدين والمحتجزين، إخواتنا في السجون، أهليهم، يا رب أضع أمامك إنك تعطي حكمة لإخواتنا في حقوق الإنسان، لأنهم يعطوا صوتا لهؤلاء، وأنهم زي ما وقفوا وقفة كبيرة مع أخونا الشيخ النهاردة كمان يقفوا مع هؤلاء في اسم يسوع. أنا بشكرك، ولينا لقاء تكون تجيب لنا كمان أخبار سارة عن الموضوع ده. بكل سرور وبكل تأكيد، وأتمنى أن الأخبار القادمة أنها تكون أخبار سارة وجميلة جدا، ويكون المجموعات كلها في حريتها وفرحتها. أمين أمين. مشاهدينا، أنا بشكركم جدا على وجودكم معنا النهاردة، برجو أنكم تستمروا في الصلاة، وبسألكم النهاردة، يعني عايز أفكركم وفكر كل المسلمين اللي بيسمعونا، المسيح عندما دعا تلاميذه ان هم يخرجوا يبشروا بالكلمه بالخبر السار، عارف قال لهم ايه؟ قال لهم ما تاخدوش حاجه معاكم، روحوا زي ما انتوا كده، لما تخبطوا على بيت خبطوا وقولوا سلام، شالوم، سلام اولا، ان قبل اذا قبلوكم عيشوا واقعدوا وعلموهم، واذا ما قبلوكمش انفضوا الغبار وامشوا، مش ارفعوا السيف عليهم. أنا بصلي من أجل الجميع وأشكركم على المتابعة، تابعوا الصلاة من أجل المضطهدين اليوم. آمين.